ستجرى في موعدها أم لا؟ سؤال شغل العراقيين رغم تبقي نحو شهر ونصف على موعد الاستحقاق. الموقف الرسمي واضح ولا لبس فيه، فحكومة الكاظم أكدت في مناسبات عدة أنها ملتزمة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في 10 من تشرين الأول، وتعهدت بتوفير البيئة الآمنة. أما مفوضية الانتخابات ففي آخر موقف لها أكدت التزامها بإجراء الحدث الانتخابي المرتقب في موعده، معلنة استكمال جميع الاستعدادات الفنية والقانونية والإدارية فضلاً على طباعة ورقة الاقتراع. هذه الانتخابات سوف تجرى في موعدها المحدد، لن يكون هناك أي تأجيل أو تأخير في عقد هذه الانتخابات التي نراها نحن مفصلية. وبموازاة ذلك وعلى نفس وتر الموقف الحكومي، فمعظم القوى السياسية الفاعلة تقول في العلن إنها مع إجراء الانتخابات وتقف بالضد من التأجيل، حتى أن البعض متحمس لدرجة أنه يلوح بالتصعيد في حال الخضوع للضغوط وأرجاء الاستحقاق مجدداً. إذن من يسعى إلى التأجيل؟ تقول مصادر سياسية إن مساعي تأجيل الانتخابات نضجت في أعقاب إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مقاطعته للانتخابات، خاصة وأنه يمتلك أكبر قاعدة جماهيرية في البيت الشيعي، فبرزت في المقابل مواقف ترفض التأجيل وفق مبدأ أن المشاركة والمقاطعة حق ولا يمكن التأجيل بمجرد انسحاب الجهة سين أو صاد. القوى السياسية التي تشكلت المشهد السياسي منذ 2003 هي هنالك خلافات فيما بينها وتحديدا ما بين القوى الشيعية. وللحد من التباينات داخل البيت الشيعي، خرج اجتماع القصر الحكومي بتوصية لتشكيل لجنة حوار مع المنسحبين من الانتخابات على أمل حثهم على العدول عن قرارهم، ولكن لا تقدم يلوح في الأفق، فالسيد الصدر متمسك بقراره بحسب قيادات وأعضاء في التيار. فهل ستجرى الانتخابات بمن حضر أم أن ثمة مفاجآت في المستقبل المنظور؟